يسيل الكحل كبر الكره بالجهه اليمنى عاليه الكره والحكم يقول ضربه مرمى. فرصه فرصه لفريق الوداد كره بعيده بعد ما تمناه بعد ما تمنى عاليه الكره وتدخل الدربياغري تعود من جديد نحو التماس. كروشي بعد الكروشي غادي يسدد كره تسديده قويه تسديده مؤثره قويه وتدخل نادي المياغري تدخل نادي المياغري امام احمد شابو. سعيد فتاح التسديده القويه من احمد شاقو والابعاد من نادر المياغري الكره كانت قويه للجهه اليمنى عند ماكس. ماكس كيبحث عن تسديد تعود دائما وتدخل لنادر المياغري تدخل للحارس نادر المياغري. الكره الكحل يسيل الكحل وخطا وبطاقه صفراء. قطع الكره من جديد اخذ ورد هذا هو لقاء بنسبه كبيره هو في وسط الميدان. الكره ضغط ضغط العمليات امكانيه العرضيه لكن بعيده من جواد إيسن. تلعب الكرة ما تمكنش منها بطريقة جيدة كانت رجع من جديد تم التعامل تقريبا في كل كرة. بكاري صعب التسديدة الأخيرة كانت خطيرة الشيء. كرة الجهة اليسرى حول المرور ضغط ضغط العمليات فرصة لفريق الوداد لكن هناك تغطية دفاعية وركنية وفي هذا الاثناء يعلن الحكم بوان جيد عن نهايه الجوله الاولى بين فريق الدفاع الحسن الجديدي والوداد في مجال الجوله الثانيه والعشرين من ملعب العبدي بالجديده بالتعادل 0-0 مشاهدينا نلتقي بكم مع بدايه الجوله الثانيه ان شاء الله.